ورجعنا لكم بعد الفاصل مشاهدينا الأعزاء. ودايما سيادة الريس كان بيحثنا على العمل، ومصر فيها نهضة هائلة جدا، مصر فيها طفرة، كله بيشتغل، ودايما ربنا بيدي لكل إنسان على قد تعبه. يعني لما تبقى شاب أو شابة ويبقى عندك حلم وتشتغلي عليه وتشوفي ازاي تكبري الحلم ده، أكيد ربنا مش هيضيع حلمك، مش هيضيع تعبك. معانا نموذج يحتذى به، معانا نموذج لبنات زي القمر، 3 بنات شاطرين جدا زي القمر، كان عندهم حلم وكانوا مصممين ازياء فاشن ديزاينر، بس حبوا ان هم يعملوا براند لنفسهم. هنعرف الحكايه، هحكي لكم حاجات كتيره، هم هيقولوا لنا حكايتهم افضل مننا. معانا ومعاكم اصحاب براند اميجوس، تقى، اهلا وسهلا يا تقى، وحنان، اهلا وسهلا بيك يا حنان، وياسمين الشقيه الشعلونه. ازيك يا ياسمين؟ حبايبي نورتوني النهارده. ربنا يخليك. اميجوس، اميجوس دي كلمه ايه؟ اسباني. اسباني، اوكي. طيب اميجوس معناها اصحاب. اصحاب. فانتوا بقى ايه؟ احكوا لي الحكايه جت ازاي؟ احنا وليه اخترتوا الاسم؟ ايوه. واخوات. ايوه، حنان وياسمين اخوات. اه. وانتوا وياسمين وحنان اصحاب تقى. فسميتوه اميجوس. اميجوس. اوكي. حلو اسم كده. حلو قوي اسم اميجوس. هو ليه معنى تافه شويه بس مش هنقوله. مش هنقوله دلوقتي. بس عايزه ممكن نقوله. بره. عايزه تقوله؟ هو انا جايباه من فيلم انيميشن. ايوه تمام. من توي ستوري، كانوا بيقول لك كلنا هنا اميجوس، فهي كنا حابين الموضوع يبقى اعمق من كده شويه بس فشلنا. هي جت صدفه كده، فكرنا في اسم فرانس بلغه غير الانجليش. اها. فسمعنا اميجوس باسباني قلنا خلاص. هي حلوه اميجوس. لا بس هو الاسم لايت وجميل جدا. يعني بجد، وبعدين خفيف على البنات، يعني بسهوله جدا اي بنت هتحفظ الاسم وهتختار من براند اميجوس. طيب انتوا بقى، عايزه اعرف مين صاحبه الفكره فيكم، ومين اللي جمعتكم التجميع الحلو دي، وبداتوا ازاي واشتغلتوا على نفسكم ازاي؟ بصي، هي الحكايه بقى لها حبه حلوين كده، يعني انا بقى لي 4 سنين باخد كورسز فاشن ديزاينر وازاي افصل، ازاي ارسم سكتشات وكده. فقعدت فتره اخد كورسات، وكمان كنت عايزه بعد ما اخلص اعمل حاجات بقى انا بنفسي، يعني ما اروحش اشتري حاجه من محل وكده زي اي بنت بتبقى عايزه تلبس على مزاجها وبتاع. حط التاتش بتاعي. حط التاتش بتاعي. فبعد ما خلصت الكورسز خلاص قررت يلا هنعمل حاجه. كنا قاعدين انا وجيسي التقى، قعدنا نفكر طب نعمل ايه، نعمل ستور ولا نعمل حاجه اونلاين، نجرب نفسنا ازاي هننجح، هنعمل حاجه كويسه ولا لا. فقلنا خلاص هنبدا اونلاين ونشوف كده الناس هتعجبهم الموديلات بتاعتنا، افكارنا، عشان احنا برضو بنعمل حاجات بمزاجنا او دماغنا، ستايلنا احنا. فقلنا هنشوف الدنيا فيها ايه، وبدانا مع بعض، بدانا الشتاء اللي فات ومكملين بقى لحد دلوقتي الحمد لله، والدنيا يعني لذيذه. انت جات لك الفكره واخدتي كورسز، تقى دخلت في القصه ازاي؟ هي كمان واخدين، هم دارسين برضو نفس ال. وانت يا جيسي؟ انا كنت معاها، يعني انا اللي بحفظها على حاجه زي كده. انا اللي بزقها على الطريق. هي دايما كانت بتسبورت. بس فوانس قررنا قالت يلا انا معاكم. تمام، جميل. بدانا المشروع مع نفسه كده، بعد كده قلنا لا خلاص احنا نبقى مع بعضينا اكيد نشتغل بقى سوا. واكيد لما كمان بتشتركوا مع بعض كل واحده ليها ذوق، فيبقى انتوا كده ترضوا جميع الاذواق. احنا بن الاذواق برضو محجبين، واللي برضو اللي ستايل بشعرهم برضو، عندنا كل الموديلات. جميل. كله. جميل. احنا بنقعد مع بعض نفكر هنعمل موديل جديد، كل واحده تقول فكره بقى، فنجمعها ونوفقها في حاجه واحده ترضي جميع الاطراف عشان ما نتخانقش. كمان اللبس اللي عليكم يجنن، ده من اميجوس؟ اميجوس. بتهرجوا. والله. انا اول واحده هلبس من اميجوس. حلو طبعا. جدا اللبس، حلو جدا، يعني لبس فورمال ولبس كاجوال، حلو قوي ما شاء الله. المحجبات كمان في صور جميله ليكوا معروضه دلوقتي على الشاشه، بجد شغلكوا هايل، حلو جدا. البيسز اللي موجوده على الشاشه، انتوا كنتوا حريصين على ان اللبس ينفع، يعني نفس البيس تنفع محجبه وغير محجبه، ده اللي انا شايفاه. يعني فعلا ما حبيناش نبقى يعني دي مقصوده.
اه واحنا كمان عندنا كلاينتس كتير مش محجبات يعني بياخدوا مننا الايتمز بتاعتنا وبيوفقوها بقى هم على ممكن واحده بتبعت لي فتسالنا البسها ازاي تقعد تبعت لنا صورها اعمل لها ستايلنج ازاي احنا نديها افكار يعني كل ايتم من الحاجات اللي عاملينها تتلبس على اكتر ينفع كده وينفع كده واحنا عاده بنقعد ننزل فيديوز ازاي تلبسيها على اكتر من برافو عليكم يعني انتوا بتجربوها على نفسكم وبتنزلوا فيديوز للبنات اوكي طيب قولوا لي بقى انا شايفه الالوان كلها برايت الوان فواتح وجميله هل الالوان دي صيفيه ولا شتويه ولا دي موضه ولا ايه الالوان الصيفي الموضه السنه دي بنبص كده على الحاجات الترندي فبننزلها بقى يعني هو كده كده بيبقى عندنا كل الالوان بس احنا بنختار الايتم اللي تبقى اللون اللي فيها مطرقع كده اورنج كده اللي هو تلفت الناس بس يعني بس هي الالوان دي حلوه قوي بس خدوا بالكم البنوته المليانه هتبقى هتعمل ايه طب ما انا مليانه وبلبسها لا انت ما تقوليش انا مليانه وبلبسها ما تعقدونيش لا يعني مثلا اللي فوق ال 100 كيلو تعمل ايه لا والله عايز يلبسه والله نفس الالوان دي بس هي بقى التريكايه بيبقى في الديزاين نفسه يعني اللي هي الديداري دي فوهات جسمها اصلا ممكن لو واحده مليانه شويه تبعت لنا ريكوست معين تقول لو سمحتي طب الكتف يعني عايزين كشكشه فيها قليله شويه انا مليانه عاجبها الموديل بس خايفه يتخن فبنظبطه انه يبقى لايق عليها يعني ما يبقاش متخنها ولا حاجه وممكن انا كمان ارشح لها لون يعني هي ممكن تدخل تسال طب ايه الالوان اللي تليق عليا فارشح لها لون مثلا ده بيخسس المنطقه دي على حسب هي الشيب بتاعها مليان منين ومش مليان منين فببدا انا كمان ابقى معاها كده اقول لها ايه اللي هيليق او ايه اللي مش هيليق جيسي قولي لي بقى انتوا دلوقتي رسمتوا الباترون بتسموه باترون صح كده تمام اوكي وجهزتوه هل انتوا عندكم مصنع ولا في ورشه بتتعاملوا معاها عندنا اتيليه جميل بنعمل فيه الشغل بتاعنا كل الديزاين حاجه زي ورك شوب كده ورك شوب انتوا اللي بتنزلوا تعملوه بايديكم ممتاز يعني مش بتعملوا معانا ناس كمان بتساعدنا جميل ممتاز ممتاز بنصنعه بقى وبنعمله كل حاجه وبعد كده بقى يعني نبدا كل حاجه من A to Z القماش الاكسسوارات احنا بنشتري كل حاجه بنفسنا لحد الخالص تنفيذ وطلعين قصدك الاكسسوارز يعني انتوا مثلا لو في حاجه اكسسوارز في اللبس نفسه ولا انتوا بتجيبوا اكسسوارز لا 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 اللبس نفسه يعني بنشتريه وبنطرز الحاجه او جميل حاجه عشان يبقى شكل الايتم مختلف عن اللي على الموجود يعني اكيد طيب يا تقى الماتيريال بتجيبوها منين بصي هو احنا حبينا يعني ان كل حاجه تبقى مصري على ابوها بس كل حاجه كانت مصري يعني عادي من مصر ما جبناش حاجه من بره خالص واحنا مصريين والورك شوب كلهم مصريين فتمام يعني بالظبط احنا يعني مش حابين انه ندخل اي حاجه مستورده بحيث ان احنا نبين انه الماتيريال المصري برضو في منها كويس في منها مريح يعني اقدر اقول ان براند اميجوس صنع في مصر بيور من اول الخيط لغايه الموديل ما يطلع بالظبط كل حاجه بجد انا مبسوطه بيكم لا بجد فعلا الموديلات حلوه جدا يعني انا مش عارفه اختار ايه واسيب ايه بجد كلهم قالوا عليكم لا ما شاء الله اللبس حلو قوي الالوان كمان الالوان كلها بهجه شباب مركز على ده حلو قوي كمان بنعمل ديسكاونتات بقى وبتاع عشان اصحابي ماسكه بقى موضوع الخصومات يلا نعمل اوفر ديسكاونت اوفر الكلام ده بنعمل 50% كمان اي حد من تبعك 50% يعني 50% لكل مشاهدات هي وادم أيوه. هم قالوا دلوقتي اتفرجوا علينا بس اللي ما اتفرجوش مش هنعمل حاجه اي بنوته جميله واي مدام جميله حابه تشتري من براند اميجوس في خصم 50% طيب عرفينا يعني دلوقتي كل اللي مشاهدات عمالين يقولوا نوصل ازاي عن طريق البيج على الفيسبوك والانستجرام البيج على الفيسبوك والانستجرام اسمها اميجوس الصوره معانا في الصور صوره البيج موجوده معانا في الصور يا ريت ننزلها دلوقتي على الشاشه اوكي تمام مخرجنا الجميل بيقول لنا هتنزل حالا كل اللي حابب يشتري من اميجوس بيتواصل عن طريق الانستجرام او الفيسبوك براند اميجوس وطبعا حضراتكم شايفين اللبس يجنن والاسعار معقوله جدا وكمان في ديسكاونت 50% لاي حد يتصل في 50% خصم الحقوا السيل يا بنات الحقوا السيل دي حاجه حلوه قوي بجد انا مبسوطه جدا بيكم واللبس شكله حلو قوي والالوان حلوه جدا ما شاء الله
ببقى فرحانه جدا جدا لما بلاقي بنات مميزين زيكم. لا بصي الغرور احنا كمان اللي بنعرض اللبس. ما انا لاحظت الموضوع ده. لا بس انتوا تنفعوا موديل زي ما شاء الله. لا واللبس لايق عليكم ما شاء الله اللهم بارك. فلا انتوا موديل زهيلين بجد. بتعملوا بقى سيشن يعني اول مثلا ما تعملوا البيس وحابين حابين تعرضوها بتعملوا لها سيشن مخصوص؟ انا عايزه اقول لك احنا بنعمل كله فعلا حاجه بنفسنا. هي بنصور اللي بتلبس. تعرفي ان انت فوتوغرافر هايله. والله لا كل صور دي تقع الصراحه هي اللي مصوراها يعني. انت فوتوغرافر مخصوص. لا انا عماله اكتشف فيكم مواهب. ايوه ما شاء الله بتطلعنا حلوين كده. وواحده مثلا تعمل لنا ميك اب اختها ريهام وجدي تعمل لنا وهي الموديل وبنتها الصغيره برضه هي الموديل معانا ما شاء الله ما شاء الله. بنتها برضه صغننه طالعه معاها وبتاع. انا عايزه اعرف احنا كمان بنعمل للكيدز يعني كمان الكيدز بتاعتي يعني والولاد برضو. لا لا ثانيه واحده يعني انتوا بتعملوا لان انا شفت الموضوع ده على النت كتير. انا عن نفسي عندي بنوته واتمنى ان انا وهي نلبس زي بعض. نعمل لك نفس الاوتفيت. حلو قوي حلو قوي الفكره تجنن. ان انا بمشي كده انا وبنوتي وماشيين بتدلعين كده باللبس. جوزها ساعات بيلبس برضو زيها يعني هما الثلاثة بيلبسوا زي بعض. في صورة برضو. لا 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 ثواني الراجل هيلبس زيها يعني الالوان يعني ماتش الالوان مع بعض. ايوه ماتشنج للكالرز. لا مش الموديل طبعا. لا مش هيلبس بالغير يعني قصدي مثلا الجيل الطفلة لابسة الجيل كان كله لابس الراجل لابس. جميل جدا. طيب في حد شجعكم في بداية طريقكم؟ بابا وماما اكيد طبعا هم يعني هم بيساعدونا في كل حاجه يعني من كتر ما بنوصل منهم طلبات كيف ان احنا بيصبروا علينا لما بنتاخر يعني. بابايا هو بقى اللي ماسك برده ايه الحسابات والحاجات دي عشان احنا برده فاشلين في الحسابات. أيوة. بابا بصراحه هو اللي بيساعدنا جدا في الكلام ده. ربنا طبعا اكيد طبعا لما يبقى الاب والام مهتمين جدا ان اولادهم ينجحوا. وبرافو عليكم ان انتوا يعني انت خريجه قلتي لي ليسانس اداب وانت خريجه يا حنان حقوق تجاره يعني كوليكشن كليات مختلفه. ما قعدناش استنينا الوظيفه ما قعدناش قلنا لا ما فيش شغل في البلد وقعدنا نعيط على حالنا. لا فكروا طلعوا الموهبه اللي جواهم طلعوا الابداع اللي جواهم وما شاء الله بداوا وتعلموا وخدوا كورسز واشتغلوا على نفسهم وبقى عندهم براند هايله جدا وان شاء الله توصلوا للعالميه يا رب ان شاء الله يا حبايبي. في نهايه فقرتنا بنشكر اصحاب براند اميجوس. بنشكرك يا تقى. بنشكرك يا حنان. وبنشكرك يا جيسي يا شقيه. حبايبي وان شاء الله باذن الله استضيفكم وتبقوا هنا لما تبقى البراند بتاعتكم عالميه ان شاء الله باذن الله. ربنا يخليكم يا حبايبي. مشاهدينا الاعزاء هنطلع فاصل وهنرجع لكم على طول. استنونا.